الأراضي التي خسرت أو تمت خسارتها بسبب سياسة الكراهية بحق الشعب هذه المناطق، وذلك بعد الانقلاب غير القانوني الذي حصل في العام 2014. وفيما خص هؤلاء المواطنين الذين لم يوافقوا على ذلك الانقلاب، وحالما وصل النظام الحالي إلى السلطة طبقت سياسة حرمان منتظمة، فحرموا من حقوقهم الأساسية. ونحن بالطبع نفهم تركيز مناقشات اليوم على اعتراف الاتحاد الروسي لهاتين المنطقتين، وبالطبع هناك الكثير مما يقال بشأن هذا الاعتراف، ولكنني أؤكد أن ما حصل كان نتيجة مباشرة لتقويض كييف على مدى سنوات للإجراءات التي اعتمدت عملا بالقرار 2202. وفي فبراير 2015 روسيا قد التزمت هذه التسوية، وبذلنا جهدنا للحفاظ على سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا، وقد نظمنا عددا من اجتماعات مجلس الأمن واجتماعات بصيغة أريا، وشاركنا كذلك في اجتماعات صيغة النورماندي، وناقشنا الوضع في شرق أوكرانيا في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، وذلك بالرغم من أن روسيا ليست طرفا في عملية مينسك، وهي ليست كذلك الآن، وكل ذلك على مدى 8 سنوات، في حين أن كييف تستمر بقصف مواطنيها ولا تدخل في حوار مباشر مع دونباس. وفي السنوات الثمانية الماضية الأسرة الدولية أصرت على التزامها باتفاق مينسك، ولكن وفقا لتفسيرها الخاص لهذا الاتفاق، ولذلك فهي قد قوضت عمل فريق اتصال مينسك، وأوضحت أنها لا تفهم ما هي ولاية هذا الفريق. إن أوكرانيا قد قوضت ليس فقط المواضيع السياسية ولكن أيضا المواضيع الاقتصادية كذلك، وقد قالوا مباشرة أنهم لن يحترموا موجباتهم، وربما أن القشة التي قفرت البعير هي إعادة التأكيد على ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الذي كنا نحن قد نظمناه في 17 من فبراير، إلا أن الزملاء الغربيين لم يدعوا حتى أوكرانيا إلى تنفيذ اتفاق مينسك، وبات واضحا أن كييف لن تطبق بتاتا هذه الوثيقة، وبسبب بعدم استعداد كييف لأن تأخذ بعين الاعتبار مصالح جزء كبير من شعبها منذ العام 2014، أوكرانيا في حالة حرب مع مواطنيها الذين لا يوافقون على السياسات التي تنتهجها حاليا السلطات الأوكرانية بدعم غربي، و الحلفاء الغربيين لم يقنعوا كييف بتغيير سلوكها، وهذه ازدواجية في المعايير. في أي ظرف آخر يدعو أعضاء الأمم المتحدة إلى حوار مباشر بين أطراف النزاع، وإذا لم يحصل ذلك فلا يمكن حل النزاع الداخلي. ولكن في وضع أوكرانيا يحصل العكس تماما، فإن الركن الأساسي لهذه الرزمة هو الحوار، ولكن أوكرانيا قوضت هذا الحوار على مدى الفترة الماضية، وأمين عام الأمم المتحدة اليوم ومنذ بضعة أيام أدلى ببيانات بشأن ما يحصل في شرق أوكرانيا، ولكن ما يقوله لا يتوافق مع ولايته بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لقد نظرنا إلى الإحصائيات والأرقام وإلى الملفات الماضية، ورأينا بوضوح أن ليس ثمة نزاع عندما يسمح الأمين العام لنفسه بأن يدلي ببيانات مماثلة بشأن بلد آخر. بالنسبة إلى الوضع في أوكرانيا، الأمين العام قد دعا دوما إلى إعلاء مختلف الإجراءات الواردة
في قرار مجلس الأمن 2202 التي تتطلب مباشرة أن تسوى كل المسائل بالاتفاق بين دونباسك وكييف، ولكن أحدا من الغرب لم يذكر هذه الأداة للأسف، والأمين العام قد حذو البلدان الغربية للأسف، ونحن لا نفهم ما هي المساعي الحميدة التي قد تحدث عنها الأمين العام والتي يمكن أن يبذلها. إن الشعب القرم ودونيتسك ولوغانسك قد أعلنت استقلالها، شبه جزيرة القرم كانت أكثر أوفر حظا، وقالت أنها تريد الانضمام إلى روسيا ودخلت تحت حماية الاتحاد الروسي. أما شعب دونيتسك ولوغانسك كانت قد وعدت بتسوية عادلة، واضطروا لكي ينتظروا تسوية انتظروا منذ 8 سنوات، ولكن لم يتغير شيء، وكانوا يأملون أن تبدأ كييف بالتحاور مع شعبها، ولكن سلطات أوكرانيا لم تكن تنوي القيام بذلك. وعلى مدى الفترة الماضية دخلت أوكرانيا في مغامرتين عسكريتين دمويتين، وأدى ذلك إلى تقويض اتفاق مينسك بدل تطبيقه. وكييف ومنذ البداية كانت لديها مخططات انتقام ولم تتوقف عن قصف المناطق السكنية. ولابد من أن نذكر كذلك أن أوكرانيا وعلى مدى السنوات قد أصبحت معادية لروسيا وشنت حربا على اللغة الروسية وعلى كل شيء روسي كجزء من سياستها، وقد حصلت مداهمات لكل المناطق التي تستخدم فيها اللغة الروسية، وخضع الناطقون باللغة الروسية للقمع. هذا كله بالطبع يقويض مصلحة كل الأوكرانيين، وتم كذلك حجب 6 قنوات تلفزيون. لقد سمعنا حديثا عن الحرب العالمية الثانية، ونحن لا نوافق على سياسة كييف. لقد تعرضت هذه المجموعات إلى الاضطهاد وإلى الإيذاء الجسدي وإلى قتل الصحفيين، وبات واضحا لشعبي دونيتسك ولوغانسك ما الذي يطلب منهم وإلى أي أوكرانيا يطلب منهم أن يعودوا، ولكنهم لم يرفضوا تطبيق اتفاق كييف، وكانوا يأملون أن يحظوا بوضع خاص بموجب هذا الاتفاق، ولكن أمالهم هذه قد تبددت. اليوم جميعنا ندرك رقم 14,000 ضحية للنزاع بما فيهم 100 الأطفال، وأن أكثريتهم يقيمون في دونيتسك ولوغانسك. على مدى كل هذه السنوات خضعت دونباس لحظر اقتصادي، واضطر المسنون والأطفال إلى الاختباء من القصف. عدد المهجرين الذين يتم إنقاذهم ويذهبون إلى روسيا وليس إلى أوكرانيا في الأيام الأخيرة وصل إلى 10,000. 96,000 شخص اليوم فقط قد نزحوا، ولا يمكن لأي دولة أن تعامل شعبها بهذه الطريقة، وهذا يبين أن كييف لا تريد شعب دونيتسك ولوغانسك، بل تريد فقط أرض هاتين المنطقتين. وسلطات كييف تعتبر أن شعب هذه المنطقتين إرهابي، ولكن يحق لهذه الشعوب أن تعتبر نفسها مستقلة. وتعرفون بقية القصة. حضرة الزملاء، نظرا لعمليات الإبادة الجماعية ولانتهاك الحق في الحياة، لا يمكن لبلدنا أن يقف مكتوف اليدين إزاء مصير 4 ملايين شخص في دونباس. ونحن نؤمن بأن القيمة العليا هي قيمة الإنسان وحياة الإنسان، ولكنكم تبدون لا مبالاة فاضحة إزاء حياة شعوب هذه المناطق بعد 8 سنوات من النزاع. هذا النزاع
لم ينتهي للأسف، فإن قصف المناطق السكنية في كلتي الجمهوريتين لم يتوقف، ويستمر الغرب في الاستفزاز وفي تسليح كييف. وبما أنه بناء على طلب دونيسك ولوغانسك سوف يتم الرصد وقف إطلاق النار من قبل القوات الروسية، لا ننوي أن نتساهل مع أي منتهك، ولذلك ندعوكم اليوم لكي تركزوا في جهودكم على لجم كييف ومنعها عن أي مغامرة